فإن استحقكم الله تعالى وزوجتك ووكلتي وابنتي وكلمتي وحبيبتي وقرة عيني ريم طارز الباب الرشيد زواج الشرعي موافقة لكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله على ما أقول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن استحق الله تعالى لسه في حاجة موجودة في الوقت 30 سنة يعتبر بعداد المتزوجين ونفسه إن شاء الله نعيش حياة كريمة وربنا يخلينا ولا نحرمها. هي كبيرة أوي الحسن تحييه قال رسالة حلوة ربنا يسعدهم يا رب ويجعل هذه الزيجة زيجة مباركة كله آمين. إن استحق الله تعالى وقبلت جدا يا عمي سواد موكلتك وابنتك وكلمتك الأنسة كم طارق الرشيد زواجا شرعيا لنفسي وبنفسي والله عما أقول شهيد.